السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديال سمسمة كانال. اليوم غادي نوجدو الوصفة ديال البغرير التقليدي المعروف. ندوزو المقادير. عندنا جوج كيسان ديال السميدة الرقيقة ماشي الفينو، كاين طحين الفينو وكاين السميدة اللي كنصايبو بها الحرشة، كاس ديال طحين الفورس، ثلاثة الكيسان ونص ديال المدافي، ساشي ديال الخمارة ديال الحلوة ديال 8 الغرامات، انا هنا عندي 16 غندير غير نص، معلقة كبيرة ديال الخميرة الخبز الخميرة الفورية، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال السكر سنينة الخميرة. الو غندوزو نخلطو العناصر كاملة. صافي، ومن بعد غنبداو نزيدو في الماء بشوية بشوية. كنا عندنا ثلاثة د الكيسان ونص ديال الماء، ونديرو الماء ونحركو باش ما تبقاش لاصقة لينا السميدة في التحت ديال الكاس ولا الطحين، تاهو يبقى لاصق. نحركوهم مزيان، ومن بعد غادي نديروهم في الخلاط الكهربائي. اللي عنده في الكاس يخوي هاد العناصر كاملة هكا في الكاس ويخدم طحانة، واللي عنده بحال هذا اللي عندي انا يخلط به، يخلط مزيان. صافي، من بعد غنبداو نطيبو. ها هو الخليط كيف ما كتشوفوا، من بعد ما طحنتو صافي ما غنخلي ليه يخمر لا والو، مباشره غنبدا نطيب. غندير المقله تسخن وغنبدا نطيب. غناخذو مقله اللي تكون ما كتلصقش، مقله البغرير كتكون خاصه بالبغرير ولا كريب، نقدروا نديرو فيها حتى الكريب. نبداو نطيبو على بركه الله. نخويو كميه من الخليط ديالنا اللي خلطنا في المقله، نديرو القياس اللي بغينا، كل واحد القياس اللي كيبغي. كاين اللي غيبغيه كبير، كاين اللي غيبغيه صغير. انا عندي المقله هنا كبيره بزاف، ما يمكنش نديرو على قد المقله، درت القياس اللي كيعجبني هو هذا. ها نتوما كيف كتشوفوا ثقب، كيجي زوين بزاف، كيجي خفيف. حيت البغريره الاولى عاوتاني درت شويه من الخليط، وغنبقاو هكاك سنكملو الكميه اللي عندنا كامله. غير جربوا ان شاء الله غادي تنجح معكم الوصفه. وصفه سهله بزاف، وبالزربه تكوني مزروبه تخلطي دغيا، ما تخلي لا يخمر لا والو. صافي ديري المقله تسخن وتبداي طيبيه دغيا بسرعه، وكيجي زوين وكيجي خفيف. ها نتوما كتشوفوا، ودابا غادي نشوفوا النتيجه النهائيه. البغرير ديالنا كملناه، ها هو وجد، شوفوا كي كيبان ليكم زوين، وتا من التحت ما كيتحرقش. شوفوا من التحت كيفاش داير طيب وما محروق ما والو. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتبارطاجيو مع صحابكم العائله ديالكم، ونتلاقاو في الوصفه الماجيه ان شاء الله.